السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء تتكلم عنه اللي هو بخصوص مرض الإيلس. أنتم عارفين في تفاصيل المرض هذا في فيديو موجود تحت. طيب كنا تكلمنا عنه هو يعني عن العضلات والأعصاب وكذا. فاللي صاير إن كل المشاهير حول العالم مهما كانت وظائفهم كانوا يسوون تحديات لبعض. تحدي إنه يجيب مثلاً سطل فيه موية وثلج ويكب على نفسه بحيث إنه إيش، بحيث إنه يحس بإحساس المصابين بهذا المرض. فنشوف فينا في كبار رؤساء في شركات الألعاب كذا من مايكروسوفت وسوني وكذا جالسين يسوون فيديوهات هذه، وكان كل واحد يخلص يسوي تحدي ثلاثة أشخاص. إحنا في تك بيلز سوينا نفس الشيء، وتحصل رابط الفيديو حقنا موجود تحت، وكمان رؤساء الشركات اللي قلناكم عنهم من سوني مايكروسوفت كذا لما سووا فيديوهات هذه حطنا لكم الروابط حق فيديوهاتهم موجودة تحت. فريس بنسر شفناه قبل شوي رش نفسه موية، وكذا تحصل رابط الفيديو تحت تشوفونه هو رش نفسه موية وثلج وكذا. جالس يتكلم وش يقول؟ يقول إنه يتمنى لو إن مايكروسوفت كان عندهم لعبة تشبه أنشارتد، وأن بوجود الحين The Rise of the Tomb Raider بشكل حصري على Xbox One ولا بشكل مؤقت يعطيهم فرصة أن ينافسون Uncharted إلى حد ما. ويقول كمان أنه يتمنى لو يكون في لعبة فعلا، أنه يكون في لعبة تشبه Uncharted من شركة طرف أول. شركات طرف أول هي الشركات اللي تابعة مايكروسوفت مباشرة، يعني مستحيل نشوفها مثل هنا وهنا زي Naughty Dog مع سوني مثلا. أوكي يعني هو يبغى لعبة زي Uncharted وكذا، لكن ما أتوقع أنه حصرية مؤقتة Tomb Raider يعني كافية، ولا شو رأيكم؟ جوشوا روبن من بنجي اللي كتب قصة ديستني ترك الفريق للأسف. فيقول ان قصة ديستني خلاص اكتملت، وانهم الحين ما عاد صاروا يحتاجونه. ممكن يكون خبر محزن للبعض، لكن صار خبر مفرح بالنسبة لي، لانه راح ليش راح يكمل على قصة Game of Thrones اللي راح نشوفه بإذن الله تعالى من تيل تيلز نهاية هذه السنة تقريبا. على كلامهم الحلقة الاولى منها على الاقل راح تنزل نهاية هذه السنة. ثم نفس الفريق اللي قدموا لنا The Walking Dead و Wolf Among Us، فأكيد كنا متحمسين Game of Thrones اللي ما أدري الآن حتى قصتها تكون نفس المسلسل ولا في حقبة زمنية مختلفة. احنا نعرف انه كان ممكن نشوف لعبة Metal Gear Remake، اول Metal Gear كانت نزلت على صخر، لكن للأسف كونامي فجأة غيروا رأيهم ومنعوا فريق تطوير المستقل اللي هو Outer Heaven من يكملون المشروع. ففي فيديو هنا قصير نقدر من خلاله نشوف مقاطع من اللعبة وكذا، و الأول مرة بصوت ديفيد هيتر اللي هو صاحب صوت سنيك طول السنوات اللي راحت لين ما نزلت 5. تبغى تشوف الفيديو كم تحصل الرابط حقه موجود تحت، فتفرجوا عليه وخلوا كلنا نبكي على أطلال معا. وإذا أنتم تحبون مرة ميتال جير ودكم تعرفوا على قصة ميتال جير أكثر، ترى احنا عندنا سلسلة خاصة بقصة ميتال جير توها بعد ما نزلت منها الحلقتين، الثالث نزل يوم السبت الجاي، فتحصلون رابط السلسلة موجود تحت وتفرجوا عليه. نينجا ثيوري واللي قدموا لنا لعبة هيفنلي سورد، هذا كلام في 2008 تقريبا او 2007 متى لما نزلت بلاي ستيشن 3 اي هذا عادي مرة كمان على فكرة. فالمهم يقولنا لعبتهم الجاية اللي هي هيل بلايد ما لها اي علاقة بهيفنلي سورد، وانه حتى الاسماء وكذا لا عادي ان هذه شخصية جديدة ما لها اي دخل بالشخصية الثانوية اللي كانت موجودة في هيفنلي سورد، وان الاحداث غير ابدا ما لهم اي علاقة ببعض اساسا. يعني الكل توقع انه راح يكون في ترابط بينهم عشان الاسم، لان هذه معناها زي ما نقول سيف مقدس او سيف سماوي او اللي هو، وهذا اسمه سيف الجحيم من عارف ايش. فطبيعي انك تربط بينهم، خصوصا انه بطلة هيل بلايد تشبه لحد ما شخصية ثانوية في هيفنلي سورد. في الاخير قالوا لا، فلا. ونذكركم كمان عشان مو بس تقولون مين مش هذه هيفنلي سورد، يمكن بعضكم ما عارفها ولا شيء، هم نفس الفريق اللي سووا كمان لعبة دي ام سي ولعبة انسليفت. يعطيكم الف عافية على المتابعة، تنسوا الاشتراك في القناة، لايكات سبسكرايبات هذه كلها، وشكرا عادل خلف الكاميرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.